تعالوا بقى نعمل بسكوت السمسم، يلا بينا. ادي كوبايتين دقيق، نص كوبايه سمسم، حاجات مغذيه قوي، كوبايه الا ربع زبده، كوبايه الا ربع سكر بودره، بيضه، معلقه صغيره قرفه، وطبعا البيضه يبقى لازم فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، وشويه لبن حسب ما هعوز. وعلى ايدك على فكره سهله قوي، بس انا هنا عشان بعمل لكم بقى اربع انواع، فايه مش عايزه اضيع وقت في العجين. كوبايتين دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره قرفه، نص كوبايه سمسم، وي 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 كوبايه الا ربع سكر بودره. نضرب الاول دول مع بعض كده. قول له قول له. هنا بيضه عليها فانيليا. نحطها مع الايه؟ حطينا هنا ايه؟ كوبايتين دقيق. اه دي بسكوت القشطه. حطينا البيضايه كده وحطينا الايه؟ الفانيليا ناقص الزبده اللي هي ايه؟ نص زبده. حلو كفايه. تمام. واللبن نحط ده من ده شويه، كتريه شويه شويه لغايه ما ياخد معايا قد ايه. انا هنا حاطه بيضه واحده فممكن ياخد معايا لبن اكتر. وفي عندنا نجوم. بقول كل مره ابدعي، كل مره حطي حاجه شكل. تمام.